انا الواحد كان اعصابه طول 90 دقيقه من اول مباراه. احنا مش مباراه جنوب افريقيا بس، انا بتكلم بكل امانه، احنا كل مباراه للاسف بتحمد ربنا ان انت خرجت بالظبط، لان احنا رحنا يمكن بثلاث فرص جبنا جونين، لكن يعني ما كناش طبعا راضيين عن المستوى. لكن في جزئيه الناس برضو لازم تعرفها، ان الرساله اللي بتوصل اللي كان بتوصل من هاني غير الرساله للاسف اللي كان بتوصل من مستر اجيل. انا كنت بتكلم اللعيبه بسكه ان انتوا لا انتوا وحشين في المحاضره، يعني قبل ما مباراه جنوب افريقيا بيقول لهم ايه بقى؟ قبل مباراه جنوب افريقيا بيقول لهم انتوا ما شاء الله بتتقدموا من مباراه عن مباراه، المباراه الاولى فوتوا 5-10، قال كده قال كده. فانا يعني وانا بترجم كلامه باين على وش اللي انا يعني انا لان بقول للعيبه حاجه تانية. طب كابتن، يقال ان محمد صلاح قبل مباراه جنوب افريقيا خرج من المعسكر وراح الكلام ده غير صحيح، كان تعبان ولا زعل يا كابتن خالص هو يا دوبك لا خالص. بص، محمد كان ملتزم جدا في المعسكر، هو حاسس بشويه برد، كان نام في التكييف، فقلنا له لا خلاص ريح يعني. لكن هو محمد صلاح هيخرج يروح الغردقه قبل الماتش يا جماعه، الكلام ما حدش يشوفه هناك كمان يا جماعه، ما حدش شافه في الغردقه.